عن حملة مقاطعة البضائع الإيرانية في العراق وتأثيرها ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح اللو. دكتور صباح، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من الناشطين العراقيين حيث أطلقوا حملة لمقاطعة البضائع الإيرانية، يأتي ذلك ردا على قطع طهران للغاز. بداية، كيف ترون هذه الحملة لا سيما أن الميزان التجاري يميل لصالح طهران؟ حقيقة ردود الفعل في الشارع العراقي لا شك أنها تمتلك مصداقية عالية في رفض السياسة التي تتبعها الحكومة العراقية، حيث أن فتح الباب على مصراعيه لعمليات الاستيراد لمختلف المواد من إيران أدى ذلك إلى تدهور حالة الإنتاج بكل أشكاله سواء الصناعي أو الزراعي في العراق. وبنفس الوقت أعطى للتجار إمكانية كبيرة جدا في التلاعب بالسوق العراقية لكل المنتجات. أما ردود الفعل هذه تأتي لقطع إيران للغاز وكذلك أيضا الكهرباء التي تقدر بحدود 1200 ميجا واط لثلاث خطوط تدخل إلى العراق عبر الحدود الإيرانية، مع الانخفاض الكبير في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية أدى إلى أن هناك غلاء في عديد المدن والأقضية خصوصا المناطق البعيدة عن المدن. شكل رد فعل حقيقي، وأتمنى أن يتنامى بشكل صحيح كي تدرك إيران أن سياستها بالعراق مرفوضة. ونلاحظ أيضا قبل كل عملية تشكيل للحكومة أو اعتماد الموازنات في بداية كل سنة تقوم إيران بهذا العمل في سياستها، رغم أنها تطلب دينا من العراق يقدر بحدود حوالي 3 مليار نتيجة تصدير الغاز وكذلك أيضا الكهرباء، ولكن الحكومة العراقية وإيفائها بعمليات دفع مستحقات إيران مستمر، ولكن حركة الشارع العراقي في المقاطعة هو إنذار وتنبيه للحكومة الحالية والحكومات السابقة والحكومة القادمة. طيب دكتور، أن الميزان التجاري بين العراق وإيران ليس بصالح العراق، بل العكس، أدى إلى انتكاسة كبيرة وتوقف عديد المصانع والمعامل وكذلك أيضا الزراعة للمنتجات المختلفة إلى توقفها على مدى 18 سنة ماضية، ولكن الاستمرار بهذه السياسة سيخلق حالة من حالات الاضطراب والحراك الشعبي الكبير الذي يتصدى للسياسة الحكومية العراقية التي لا تفكر بمصالح طيب العراق حاليا. دكتور، في هذا الإطار، لكن هل يستطيع العراق أن يستغني عن البضائع الإيرانية التي ملأت السوق العراقية؟ هل بإمكانه ذلك؟ بالتأكيد العراق حاليا لا يمتلك الإمكانية في التعويض إلا بالاستيراد من دول أخرى، ولكن بإمكان العراق خلال فترة زمنية قصيرة أن يقوم باسترداد هناك أكثر من 20,000 مصنع متوقف في العراق وورشة لعمليات الإنتاج المختلفة لحاجاته، يستطيع استعادتها خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، وهذا يمتلكه العراق في إمكانيات، الكادر موجود والقاعدة موجودة، تحتاج فقط اتخاذ قرارات سياسية حقيقية من قبل الحكومة العراقية. ما هي الآلية التي من الممكن أن يستفيد المنتج العراقي من هذه المقاطعة دكتور صباح؟ في أي إطار يمكن ذلك؟ بالتأكيد هو المقاطعة السياسية تأخذ جانب جوهري وأساسي، حيث إيران في مفاصل الدولة العراقية تتحكم بعديد القضايا ومنها تجارة المواد ودخولها. العراق لا يمتلك شيئا
في الظرف الحالي كي يعمل على تصديره إلى إيران. فإذا نحن في حالة خسارة مستمرة منذ 2003 ولغاية اليوم، علما بأن الغاز الذي يصل إلى العراق هو 10 أضعاف تقريبا عما هو مطروح من أسعار دولية يباع إلى العراق، وكذلك أيضا الكهرباء. ولذلك نلاحظ إيران تقف حاجز أمام تطوير أي شكل من أشكال الصناعة والزراعة وكذلك استعادة الطاقة الكهربائية بالعراق، لأن هي المستفيد الأساسي. واليوم تم التوقيع على الربط الكهربائي مع دول الخليج بطاقة 500 ميجا واط من الكويت والسعودية، ولكن هذا لا يفي بشكل كبير جدا في التعويض عما يحتاجه العراق من الطاقة الكهربائية. دكتور صباح، يعني هل ستسمح الميليشيات الموالية لإيران بتنفيذ هذه المقاطعة إن حدثت؟ بالتأكيد هي في حالة من حالات الامتعاض، ولكن الظرف الحالي هناك صراع ما بين وجود الميليشيات وما بين الحكومة القادمة وعمليات التفكك التي قد تصيب من يعمل على دعم قوى السلاح والميليشيات الموجودة في العراق لإبقاء حالة التوتر والفوضى التي تعيش عليها السياسة الإيرانية بالعراق. ولذلك من الممكن أن تنجح حالة الاضطرابات والمقاطعة كما حصل في 11/2019 في إسقاط حكومة عادل عبد المهدي 2019. نعم. طيب، من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم.